بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اخبار الرياضه تاتيكم من بث مباشر في الفتره الرياضيه اليوم. علشان حضراتكم تبقوا معانا هنقول لكم التالي. اليوم خبر من الاخبار الحزينه جدا على الوسط الكروي الوسط الرياضي، كان وفاه الفريق اول مرتجي، واحد من الاقطاب الكبيره جدا في النادي الاهلي. هنقول لكم بورتريه خاص، ايضا هيكون في نقل للجنازه اللي كانت في صباح اليوم. كل ده هيبقى معانا ان شاء الله باذن الله. النهارده كمان كان في اعلان قائمه المحترفين اللي انضمت لمنتخبنا الوطني، وشهدت يمكن واحده من المفاجآت الكبرى جدا هو استبعاد احمد المحمدي، برضو هنتكلم في الموضوع ده. ايضا في اطار السعي اللي احنا كنا بنسعاه زي ما حضراتكم كنتم متابعين للاحداث ومبادره بث مباشر فيما يتعلق باقامه نهائي كاس مصر على استاد سوهاج، في الحقيقه خبر سعيد جدا انه المحافظه نفسها ارسلت خطاب، برضو ده هيكون معانا باذن الله. وهيكون ضيفنا بعد الفاصل هو كابتن خالد لطيف، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وعندنا امور كتيره جدا الحقيقه هنستعرضها مع حضراتكم. قبل ما ياخد الاخبار تعالوا نشوف المواقع المحليه اتكلمت النهارده وقالت ايه. من الاهرام سبورت، الاصابات تطارد لاعبي الاهلي قبل النهائي الافريقي. ومن الوفد خيري يستأصل جزءا من الغضروف. ومن كرابيا الكاف يقطع الشك باليقين في مسألة إيقاف ثنائي أورلاندو بالنهائي الإفريقي. من موقع يلا كرة، يونس وفد زملكاوي لمساندة الأهلي في النهائي الإفريقي. ومن موقع في الجول، الزمالك يطلب نقل نهائي الكأس لاستاد 30 يونيو. اليوم السابع، القضاء الإداري تحدد 10 نوفمبر لنظر طعن عباس على قرار حل المجلس. ومن الوطن انتي يخطر عبد المنصف بالتحقيق أمام الشؤون القانونية الأحد المقبل. ومن فيتو، غضب في الكونغ فو لتكرار رفع إشارة رابعة بالبطولات العالمية، هنتكلم في الموضوع ده بكل تأكيد. وأخيرا من الشروق، كابتن طارق يحيى يؤجل البت في عرض النصر الليبي. دي كانت أخبار المواقع المحلية النهاردة، وشفتوا إزاي رصدت أهم الأخبار المتعلقة بالرياضة. زي ما كنا بنتكلم على الغضب اللي موجود في الكونغ فو لتكرار رفع إشارة رابعة بالبطولات العالمية، واحد من الأخبار المزعجة جدا النهاردة طلت على الناس. تعالوا نعرف أكتر ونقترب من الحدث بشكل أكبر. معانا على تليفون سيادة اللواء جمال الجزار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكونغ فو، علشان نطلعنا أكتر على تفاصيل الواقعة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب أحب أعرف إيه اللي حصل بالظبط علشان الناس اللي مش متابعة بالظبط الأحداث، إيه اللي حصل تحديدا في هذه الواقعة يا فندم؟ هو فعلا سيادتك إن اللاعب احمد عبد الحميد كان مشارك في بطوله العالم السنه 10 بكوالالمبور الفتره من 28/10/6/11، ورد على احد المواقع الالكترونيه او العديد من المواقع الالكترونيه زور اللاعب وهو بيرفع الصابع الاربعه بعلامه الاشاره الرابعه العدويه. تم الكلام ده، تم الاتصال بالاستاذ العقيد حازم خاطر رئيس الدفاع مصر في كوالالمبور، وافاد سيادته ان اللاعب فعلا عمل الكلام دوت. اول يوم راح في كوالالمبور، ولما نشر وبلغناه تم تجميع جميع اللاعبين وحطوهم في مكان محدد حضرتك، وحرمانهم من اي موبايلات او لابتوب او اي شيء خاص بهذا الموضوع، وتم وضعهم اقرار كتابي بانه في حاله مخالفه اي تعليمات سيتم ترحيل اللاعب فور. لاعب هشام احمد عبد الحميد لاعب نادي التعاون البترول ده بيلعب تحت وزن 20 كيلو، وحصل النهارده على الميداليه الفضيه في بطوله العالم السنه 12.
طيب هم يعني الناس اللي دلوقتي بتتفرج هتسال السؤال النمطي التقليدي جدا، اشمعنى الكونغ فو وازاي الموضوع ده بيحصل في اقل من اسبوعين في بطولتين مختلفتين في الكونغ فو تحديدا، خاصه ان كان في تعهد من اتحاد الكونغ فو بعدم تكرار هذا الامر. والحقيقه انه كل الناس اللي اتكلمت كمان في الموضوع ده، الراي العام اللي بيتكلم في الشارع، انه الناس مستنكره فكره اصلا رفع اي شعارات سياسيه، سواء كانت مع او ضد، سواء كانت بتتكلم على الفريق عبد الفتاح السيسي بشكل طيب، مع الجيش بشكل طيب، بتساند الجيش بشكل طيب، او حتى بتتكلم على اشاره رابعه او شاره رابعه انجاز التعبير. فالناس برضو لسه عندها التساؤل ده، اشمعنى اتحاد الكونغ فو تحديدا؟ هو مش مساله اشمعنى حضرتك، يعني فوجئنا زينا زي اي غيرنا. اللعيبه دي كلها ناس محترمه وسبق لها مشاركه في بطولات عالميه، واللاعب هشام احمد الحريج من اللاعبين الممتازين خلقا وعلما، لكن احنا فوجئنا او صعقنا بالعصر ده كله. حاجه غريبه علينا وعلى وسط الرياضه عندنا اللي حصل ده كده، يعني فوجئنا زينا زي غيرنا بالظبط. يعني احنا نستنكر اللي عمله اللاعب دوت، واحنا ضد اي لاعب يستخدم اي شعار سياسي في بطوله دوليه. الهدف من اللاعب انه يروح يمثل بلده ويرفع شعار، يرفع علم بلده، مش يرفع شعار رابعه. انا مالي من رابعه ولا خمسه ولا زفت حتى، انا يهمني اللاعب وتمثيله لبلده يكون. طيب مع تحفظنا على اللفظ بس اللي حضرتك استخدمته، يعني مش عايزين ندخل في الجانب ده من الحوار، لكن انا المهم اللي انا اسال حضرتك فيه، ايه اللي انتوا عملتوه بعد الواقعه الاولانيه علشان تتجنبوا ان الواقعه الثانيه تحصل؟ يعني ايه الاجراءات اللي انتوا اتخذتوها، وهل شفتوا من وجهه نظركم ان الاجراءات اللي انتوا اخذتوها كاتحاد وايضا كوزاره للرياضه اجراءات تصلح انه من شانها ما يبقاش فيه اعاده لتكرار نفس الموقف مره اخرى؟ لا يا فندم، ارجو ان حضرتك تجاوبني بصراحه. تمام، هو ساعتك حضرتك احنا الاجراءات اللي عملناها مع اللاعب الاولاني اللي عمل هذه الواقعه كابتن محمد يوسف، فعلا تم عمل تحريم معاه، وده كان تعليمات ايقافه لحين انتهى التحريم. تم التحريم معاه وفي انتظار مجلس اداره كله يجتمع ان شاء الله عقب في خلال 24 ساعه من تاريخه، عقب وصول رئيس الاتحاد المصري كونغ فو من كوالالمبور والاستاذ العقيد حازم خاضر، عشان يكمل المجلس يتم توقيع الجزاء المناسب على اللاعب لمخالفته التعليمات والمنصوص عليها في القانون الدولي. كذلك بالنسبه للاعب هشام عبد الحميد، نفس الاجراء سبع التنبيه عليهم مرارا وتكرارا بهذا الموضوع، لان مخالفته للتعليمات ده بدعه تحت طائله القانون وبيتحاسب زيه زي زميله الاولاني، وده برايي الشخصي يعاقب عقوبه تدري انه تم التنبيه على جميع افراد البعثه بالالتزام بالسلوك الرياضي القويم عشان يكون عبره لجميع الرياضيين جمهوريه مصر العربيه. وزاره الرياضه النهارده وتصريح على لسان الكابتن طاهر ابو زيد، وده اخر سؤال ومش يعني في هذا الشق، قال انه سيتم ايقاف اللاعب محليا ودوليا. دي حقيقه فعلا سياده الوزير ووزاره الرياضه كلها مهتمه بهذا الموضوع، والاتحاد المصري كله. احنا مشكلتنا ان احنا عشان ناخد اجراء قانوني يبقى لازم مجلس اداره يكتمل عشان يبقى الجزاء ما يتمش الطعن عليه. يبقى احنا بمجرد اجتماع مجلس اداره بالكامل بيتم توقيع الجزاء المناسب على اللاعب هشام احمد عبد الحميد لاعب نادي التعاون بطول، وبيتوقع عليه جزاء عشان يكون عبره لاي رياضي يستخدم شعار سياسي في بطوله دوليه. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سياده اللواء جمال الجزار القائم بعمل المدير التنفيذي لاتحاد الكونغ فو، اضاحه حول اللاعب هشام عبد الحميد. بتحول لخبر اخر ما يتعلق بلجنه التفتيش، لجنه تفتيش الكاف النهارده اللي كانت بتزور ملعب المقاولون العرب للاطلاع على مزيد من التفاصيل. معانا على تليفون السيد شريف حبيب علشان يقول لنا ماذا حدث. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، برحب بحضرتك. اهلا بيك، اهلا بك. اسف للاطاله على حضرتك، كنت معانا على الهاتف، بعتذر لحضرتك. وسؤالي عما تم اليوم وايه اللي حصل بالظبط من لجنه التفتيش؟ هو يعني اللجنه دي كانت من يومين، النهارده كان بين اللجنه بتاعت النادي الاهلي واللجنه اللي مكونه من مقاولين العرب لمتابعه الملاحظات اللي كانت النهارده. كانت لجنه النادي الاهلي، النادي الاهلي، وكان في كابتن سيد عبد الحفيظ عشان ترتيبات التمرين من فريق النادي الاهلي. بالنسبه للملاحظات، هي كانت ملاحظات كان تنظيف في اوضه للمراقب المباراه وتجهز، وكان في بالنسبه لبعض الملاحظات في الملعب، وان شاء الله خلاص اعتقد على يوم الخميس تبقى جاهزه الارضيه. وفي كان في المكان بتاع المؤتمر الصحفي، احنا دلوقتي بنجهز مكان كبير اكبر. هو كان قال لي هنزود عدد 10 مقاعد، هو قال في
60 واحد حضور 60 فممكن احنا نزود هنختار قاعة تانية هنعرضها عليهم. بقيه الحاجات ماشيه الحمد لله بصوره طبيعيه يعني مفيش اي مشكله. في المقصوره هنجهزها زي ما هم اتطلبت. فكل الترتيبات ماشيه بصوره كويسه. طيب ما يتعلق بالمدرجات سليمه تماما ما فيهاش اي مشكله؟ ما يتعلق بارضيه الملعب ايضا في حاله طيبه ولا لا؟ لا الحمد لله المدرجات كويسه وارضيه الملعب كويسه الحمد لله. ما كانش في اي ابداء اي ملاحظات على ارضيه الملعب اطلاقا. ده مهم جدا لانه علشان بعد كده ما يتقالش انه كان ارضيه الملعب فيها شيء بعد ما المباراه بتتلعب. احنا بنتكلم على ملاحظات ما قبل المباراه، ولذلك انا برصد مع حضرتك اي ملاحظات في هذا الجانب. لا كان في حته كان فيها النجيله مش قويه كده شويه بسيطه بس بالظبط يعني تحت الملعب كلها حاجه اتوبيس انما بشكل عام كويس الحمد لله. والاهلي هيتدرب ثلاث تدريبات ان شاء الله على الملعب قبل المباراه. ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا سيد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب على ايضاحه فيما يتعلق باستضافه المقاولون العرب للنهائي الافريقي يوم 10 المقبل باذن الله بالنادي الاهلي واورلاندو. كل التمنيات بالتوفيق للنادي الاهلي في هذا اللقاء. زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الفتره الرياضيه، خبر حزين جدا هو وفاه الفريق اول عبد المحسن مرتجي. نشوف سريعا كده معلومات عن هذا الرجل وهو واحد من القامات الكبيره جدا الحقيقه في الرياضه المصريه. الفريق اول عبد المحسن مرتجي من مواليد يناير عام 1916 من محافظه القاهره. تخرج في الكليه الحربيه عام 1937. تدرج في الترقي حتى وصل الى قياده اللواء السادس المستقل بالقنطره شرق برتبه عميد، قائد عسكري مصري ورئيس سابق للنادي الاهلي، وهو قائد الجيش المصري في حرب اليمن 64، قائد جبهه سيناء في حرب 67. تولى الفريق مرتجي قياده القوات العربيه باليمن نجمه الشرف خلال فتره من 63 حتى 65، وحصل على نجمه الشرف العسكريه اثناء حرب اليمن في ابريل من عام 1964. ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى في اليمن في عام 66. الفريق أول مرتجي قائد للجبهة الشرقية في حرب 67، وتعد رسالته الأولى اللي وجهها لقواته في الثاني من يونيو عام 1967 من الوثائق المهمة المنشورة على نطاق واسع حاليا، وبيعتبرها البعض دليلا على أن حالة ضباط وجنود الجيش المصري كانت مخالفة تماما لما يحدث بين كبار القادة والمسؤولين. تولى رئاسة النادي الأهلي في الستينات والسبعينات، هو رئيس التاسع للأهلي، وكانت الولاية الأولى في 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967، ثم الولاية الثانية من 8 نوفمبر عام 1972 حتى 12 ديسمبر 1980. والد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. ده ما يتعلق بأهم المعلومات عن الفريق أول مرتجي. كاميرا السي بي سي كانت متواجدة اليوم في الجنازة. نتابع هذا التقرير بعد التقرير والفاصل. نرجع مع حضراتكم مع الكابتن خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالحالة الأمنية، فيما يتعلق بالخطاب الوارد من محافظة سوهاج. كل ده بإذن الله معنا ولكن بعد الفاصل. غيب الموت عن عالمنا الفريق أول عبد المحسن مرتجي الرئيس التاسع للنادي الأهلي وأحد قيادات الجيش المصري في حقبة مهمة من تاريخه. ولد عبد المحسن كامل مرتجي عام 1916 وتخرج من الكلية الحربية ليتدرج في المناصب وصولا إلى رتبة العميد قائدا للواء السادس شرق قناة السويس. بعدها تولى قيادة القوات المصرية في حرب اليمن وحصل على نجمة الشرف العسكرية، وتولى قيادة القوات البرية ثم قيادة جبهة سيناء، وكان قائدا عرف عنه الانضباط العسكري الدائم. خرج من الحياة العسكرية بعد نكسة عام 1967، وكان قد تولى رئاسة النادي الأهلي للفترة الأولى قبلها بعامين، ثم عاد لذات المنصب لفترة ثانية امتدت من عام 1972 وحتى عام 1980. كان الفريق أول عبد المحسن مرتجي أحد القلائل الذين تميزوا في الجمع بين الحياة العسكرية والرياضية، وفارق الحياة عن عمر نهز 97، وشيع جثمانه ظهر اليوم وسط أسرته ومحبيه وحضور من الوسط الرياضي.